سطرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز برنامجا خاصا يتمحور حول الاستثمار الذي قامت به المديرية لتقديم خدماتها للزبائن خلال الصيف تحت شعار صيف هادئ، حيث تدعمت ولاية سيدي بلعباس ب11 محول كهربائي جديد من شأنها تخفيف الضغط على المحولات القديمة. تستحويل بر عربي 60-30 كيلو فولت وذو طاقة استيعاب 2 مرات 40 أمبيا. سيدخل يلعد هذا المشروع من بين أهم المشاريع على مستوى ولاية سيدي بلعباس، وسيدخل الخدمة إن شاء الله عن قريب، مما سيسمح بتخفيف الضغط وتحسين نوعية الخدمات على مستوى دائرة سيزيفوا بلديتها، دائرة نصف إبراهيم، بلدية بالعربي وتسفيون زروالة وكذلك عين البرد إن شاء الله. قامت مديرية التوزيع لسيدي بلعباس بإنجاز عدة مشاريع لتدعيم شبكة التوزيع وتحسين نوعية الخدمة. من بين هذه المشاريع يوجد مشروعين كبيرين، اللي هما محول الكهرباء 60-30 كيلو فولت بن باديس، ومحول الكهرباء 60-30 كيلو فولت بالعربي. وهذه المحولين سوف يقوموا الطاقة الكهربائية التي سوف توزع على مستوى ولاية سيدي بلعباس، وسوف يدعموا شبكة توزيع الكهرباء في عدة بلديات من بينها بن باديس، بالعربي، زفيزف. البلديات المجاورة لدائرة زفيزف ومرين وبن باديس. كما تم إنجاز 11 مركز تحويل الكهرباء، وذلك لدعم توزيع الطاقة الكهربائية اللي يكون فيها دي شد طونسيون. وهذه النقاط الضعف تم رصدها سنة 2021، وتم إنجازها في بداية سنة 2022. وكل سنة لو هذه العملية متباشرة ولا مستمرة، نقوم بإحصاء جميع نقاط ضعف لشبكة التوزيع، ونقوم بدراسات وننجز المشاريع في سبتمبر في نفس السنة، وذلك لتفادي هذه النقاط الضعف في السنة المقبلة. الكل مجند من أجل السهر على راحة المواطن خاصة في فصل الصيف، ويبقى الهدف هو تفادي انقطاعات الكهرباء وإرضاء زبائنها.